نستمر مع حضرتك من جريدة الوطن وملف خاص وصفحة 3. قطار التوظيف الحكومي يصل محطة 2024، إطلاق سلسلة وظائف جديدة لسد العجز في مؤسسات الدولة، تنظيم والإدارة، 35 ألف وظيفة للشباب ب 15 جهة حكومية. رئيس التنظيم والإدارة الأسبق مسابقات التعيينات، رسالة لاستكمال خطة الإصلاح الإداري. وخلينا نتوقف عند آخر أو ننطلق في كلامنا من هذا العنوان، رئيس الجهاز الاختبارات الإلكترونية ولا مجال للوساطة. ودي من أهم النقاط اللي المفروض إن احنا نركز عليها، ومنها الانطلاقة ظاهرة إن احنا تعيينات بالمسابقات بعيدا بقى عن تدخل بشري، التقييم بشكل عادل بشكل إلكتروني عشان ما يبقاش فيه أي شبهة للوساطة. صحيح، يمكن طبعا دي حزمة من المسابقات اللي عنها جهاز التنظيم والإدارة في مصر، شفنا منها في التعليم، في العدل، في الزراعة، في البيئة، في عدد من الجهات الحكومية الأخرى. يعني هذه المسابقات جزء من الإصلاح الإداري. الجزء الأهم فيها أن الاختبارات تتم إلكترونيا، التقديم أيضا على الوظائف يتم إلكترونيا بما يضمن الشفافية الكاملة والعدالة في التوزيع. هذه الاختبارات الإلكترونية والتقديم الإلكتروني بيضمن أن يبقى عندي موظف هو الأحق وهو الأكفأ بهذه الوظيفة علشان أنا أقدم خدمة، حركة إنعاش للجهاز الإداري للدولة ككل. ده طبعا بيأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن يبقى عندنا حركة إنعاش للجهاز الإداري. كمان التوظيف والتقديم الإلكتروني والكود المشفر اللي بيتم إرساله إلى الجهات لترشيح الموظفين هيعمل عندي حاجة يعني نتفاداها كانت بتحصل زمان، وهي الترهل اللي بيحصل في القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة بشكل عام. فيبقى عندي موظف كف، موظف هو الأقدر بالوظيفة أيضا في تخصصه وفي مجاله، وبالتالي هيقدم خدمة هو فاهم فيها كويس جدا. هيبدأ المواطن كمان يحس بهذه الخدمة، فيتم من خلاله أن المواطن يبقى راضي عن أداء الموظفين الحكوميين بشكل عام.